الناس الموجودة عارفة موضوعنا عن ايه النهاردة؟ في ناس عارفة عن ايه؟ Body language. عن؟ Body language. عن البادي لانجوج. حلو قوي. الأول عايزة أرحب بيكم في السيمينار الشهري في المركز الثقافي الروسي بحرم سعيد عبد المنعم الصاوي وخصوصا في قاعة النهر. أحلى وأشيق قاعة في سعيد الصاوي، وده بمناسبة إن رمضان كريم. تجمعنا النهاردة في مكان حلو على النيل ممكن يدينا مود حلو في ليلة رمضانية جديدة إن شاء الله. موضوعنا عن البادي لانجوج، وأكيد ما فيناش حد ما عندوش حلم إنه هو ينجح في خطته ويحقق هدفه. أكيد ما فيش حد ما بيتمناش الأمنية دي نهاراً وليلاً وقبل ما ينام وأول ما يصحى. بس هي الفكرة انه اكيد طبعا الناس اللي حضروا لي قبل كده عارفين ان انا جبت سيرة الموضوع ده يمكن قتلناه بحثاً. انا بحاول اتحرك تحركات محسوبة عشان عارفة ان الشاشة دي مغطية عليا فمضيقة عليا الاطار. الموضوع اللي قتلناه بحثاً هو عادات الناجحين، او انه الناس اللي بتنجح بتنجح ليه، او ايه الفورميولا او التركيبة الوصفة بتاعت الناس الناجحة. اي حد من الناس الجديده انا نفسي احكي لك على كل اللي حصل في الثلاث سنين اللي فاتوا، بس الوقت مش هيكفي. بس ممكن تدخلوا على يوتيوب الساقيه وتشوفوا السيمينارز اللي فاتت من 2016 وخصوصا بعض العناوين اللي مهتمه بالليدرشيب او فنون القياده ومهارات القائد ومهارات المديرين، وده كان اخر موضوع لينا في ابريل الشهر اللي فات عن مهارات المديرين. اتكلمنا فيه كتير عن المهارات اللي بتخلي الاشخاص اللي بيترقوا لدرجه مدير ينجحوا، وان دي مهارات شخصيه سوفت سكيلز اكتر منها مهارات فنيه او مهارات علميه وكواليفيكيشنز خاصه بمجال بعين. استاذ محمود الصوت فيه ايكو، حاسه ان هو مزعج للناس. شكرا. فاستكمالا واستمرارا على نفس المنهج ان احنا بنتكلم عن عادات الناجحين، فالنهارده معايا عاده جميله جدا. العاده دي مطلعه موضوعنا اللي هو البادي لانجوج. البادي لانجوج مش حاجه بنتعلمها في الكتب، ولا حاجه بتكون بالفطره فينا، ولا حاجه بنبقى شاطرين او خايبين فيها كده من غير سبب. الحقيقه انه البادي لانجوج الصح أو المعبرة عن المعاني السليمة اللي أنت عايز تنقلها للناس واللي ممكن تساعدك كتير في مواقف محرجة أو في مواقف عصيبة hard times زي interview مثلاً، زي meeting مع مديرك، زي appraisal performance appraisal أو جلسة تقييم الأداء السنوية اللي بتتم ما بين المدير والموظف بتاعه، كلها hard times ومواقف عصيبة وكلنا محتاجين إن احنا نتحلى فيها بسمات الأشخاص اللي عندهم ثقة بالنفس وتقدير عالي بالذات. المهارة النهاردة مش مهارة البادي لانجوج، المهارة هي الفيجوالايزنج، جاية من فيجوال، وفيجوالايزنج معناها التصور الذهني، التخيل للمشهد، التخيل لنفسي في المشهد، أنا هبقى عامل إزاي في المشهد ده. المهارة دي اسمها فيجوالايزنج بالعربي أو ترجمتها أو نقربها لينا بلغتنا التصور الذهني للحدث، للموقف، لشخصي داخل الحدث أو الموقف. المهارة دي هي اللي مطلعنا positive body language or negative body language. نمشي خطوة خطوة كده ونقول هو ليه مهم أصلاً إن احنا نقف عند البادي لانجوج كواحدة من ضمن مواصفات الأشخاص الناجحين، من ضمن السمات الشخصية اللي بنقول إنه أي شخص ناجح عنده successful و positive body language. الحقيقة إن البادي لانجوج دورها مهم جداً جداً في إنها تقنع اللي قدامك بإنك qualified enough، يعني صاحب خبرة، مستوى أداء عالي، ثقة بالنفس، كومبتنسي أو كفاءة أو جدارة أو مهارة عالية في الشيء اللي أنت بتروج لنفسك من خلال السبيتش بتاعتك، من خلال الميتنج، من خلال البرزنتيشن. البادي لانجوج جزء مهم جدا من إنها توصل للناس إلى أي مدى أنت متمكن من اللي بتقوله، أو إلى أي مدى أنت مقتنع ومآمن باللي بتقوله، حتى لو كان اللي بتقوله هي وصفة كيكة جديدة. بس انت مآمن او انت مآمنة قوي ان الوصفة دي ناجحة، طريقة عرضنا،
بتخلي الناس تصدق ان اللي احنا بنقوله حقيقه برغم ان هم لسه ما اختبروهوش بايديهم، ما دقوش طعمه، ما جربوش وشافوا النتيجه بعينيهم. الطريقه دي اسمها بادي لانجوج. والبادي لانجوج مش بس يعني صوره جسمنا وحركاته واحنا بنتكلم او واحنا بنتواصل مع الناس. البادي لانجوج شامله نبره صوتنا، شامله طريقه تقسيمنا للجمله، شامله وقفات الهواء. في كليه اعلام تعلمنا انه المفروض علشان تكون بتتكلم او بتعرض بطريقه سليمه ان يكون في وقفات، مش انك تجري في الكلام. مهما كنت عايز تقول كلام كتير وافكار كتيره، بس لازم يكون في وقفات. والوقفات مش علشان انت تاخد نفسك، علشان هو ياخد نفسه. صحيح انت اللي بتتكلم، صحيح انت اللي نفسك رايح من الجمله الطويله، بس اللي قدامك كمان بيجري معاه مع طول الجمله علشان يستوعبها. فانت لابد انك توقت، تعمل توقيتات سليمه لوقفات الجمله علشان تدي فرصه للي بيسمعك بالظبط انه يستوعب، انه يهضم الكلام. طب هل الصوت كفايه؟ الصوت لوحده مش كفايه، نبره الصوت، وقفه الهواء، تقطيع الجمله، تقسيم الجمله مش كفايه، الالفاظ كمان مهمه قوي، المرادفات، الفوكابولري. زي ما اتعلمنا كده ايام ما كنا في اعدادي how to write an email او how to write a letter او how to write a paragraph، فكان المدرسين بتوع الانجليش يعلمونا شويه فوكابولري تكون حلوه وجميله كده، لما يشوفها المصحح في الورقه يحس ان انت تلميذ نجيب وعندك شويه فوكابولري حلوه مش ضعيفه بالنسبه لمرحلتك الدراسيه ومرحلتك السنيه. يعني ما ينفعش نستخدم كلمات كنا بناخدها في ابتدائي واحنا بنكتب باراجراف في ثالثه اعدادي، لازم تكون كلمات تقيله شويه. وكنا بنتنافس يعني احنا وزمايلنا او لو في جروبس بتتنافس انه مين عنده كلمه اصعب اتقل، سواء اتقل في المعنى انها جديده مش سطحيه اكاديميك، او انها اتقل في انها طويله بتتكتب من خلال حروف كتيره civilization، فتقعد تكتبها وتقطعها وتحفظها متقطعه، او انها rare، قليله الاستخدام، نادره الاستخدام، فتتباهى ان انت عندك vocabulary unique، مختلفه، متفرد. فالصوت مهم، الفوكابولري مهمه. نيجي بقى للايه، للجزء اللي كلنا عارفينه عن البادي لانجوج، هي حركه الجسم، البوستشر، وضعيه الجسم اسمها بوستشر، والهاند موفمنت وحركات الجسد نفسه اسمها جيستشرز. انك انت يبقى عندك هاند موفمنت ويبقى عندك تحركات، زي ما انا كده قلت لكم في اول الكلام انا حاسه ان انا متحجمه النهارده. اللي حضرني قبل كده عارف ان انا بحب اروح يمين وشمال، فانا متحجمه علشان محجومه بالشاشه دي، بس يعني انليس ان الشاشه دي موجوده ومحجمه تحركاتي، انا بحب اتحرك واعبر اكتر وانا بتحرك. يعني بحس ان الافكار يعني بتنساب مع الحركه. في ناس بتبقى متجمده في مكانها زي ما انا متجمده النهارده كده، بس يعني غصب عني والله. حاله التجمد دي بتكون بسبب ان هو خايف الفكره تطوه منه، وخايف يطلع شكله وحش لما يروح هناك، وخايف من حاجات كتيره جدا كلها عباره عن تصورات ذهنيه هو مكريتها او مكونها عن نفسه وعن ادائه مسبقا. فهو عارف نفسه لما بيقف الوقفه دي بيطلع شكله حلو او بتطلع شكلها حلو، بس لو وقفت بطريقه ثانيه البروفيل ده مش حلو. دي بري كونسبشنز، دي توقعات مسبقة هي أو هو مكونها عن نفسه، اعتقادات عن نفسه بتأثر على قراراته وسلوكياته، وده موضوعنا النهارده. ليه البادي لانجوج مهمة؟ لأنه بشكل عام الرسالة سواء بقى في التلفزيون، في السوشيال ميديا، أو يعني حاجة هيومن بينج انتراكشن زي اللي احنا فيها النهارده، احنا بنفهم أكتر بنسبة 55% من الحاجات اللي بتشوفها، سواء كانت صور او كانت بادي لانجوج من شخص موجود قدامي بالفعل. فبنسبه 55% يعني اكتر من نص عوامل نجاح البرزنتيشن بتاعتك فيجوال، و 38% من عوامل نجاح البرزنتيشن بتاعتك واقناعك لجمهورك مبني على الكلام، وعلى سوري مش على الكلام، على طريقه الكلام، طريقه عرض الكلام، فوكال، الصوت، نبره الصوت، تقسيم الجمله،
وقفة الهواء اللي قلت عليها من شوية، الحاجات دي كلها بنسبة 38% تأثيرها قوي جدا جدا في إيصال المعنى. 55% اللي قوي جدا هو صورتك، وقفتك، الجيستشرز، الهاند موفمنت. الهاند موفمنت على فكرة مش بس علشان خاطر نملى بيها مشهد، لكن كمان تعتبر kind of affirmation. affirmation يعني توكيدات. فشكل من أشكال التأكيد على المعنى وإثبات قد إيه أنت مآمن باللي بتقوله أو مقتنع باللي بتقوله هي الهاند موفمنت بتاعك. مش بس الهاند موفمنت، كمان حركة جسمنا اللي هوريها لكم في الصور دلوقتي، لأنه أكيد صعب إن أنا أمثل لكم كل الحركات الجسد دي، فحاولت أستعين بالصور النهاردة. أما بقى التكست، والتكست هنا هي الكلام المكتوب. لو إحنا بنشوف حاجة مكتوبة زي اللي موجود على البرزنتيشن، زي اللي ممكن نشوفه في التلفزيون، زي اللي بنشوفه على السوشيال ميديا، التكست أو الفوكابولري اللي بنستخدمها لا تمثل أهمية أكتر من 7%. هل ده معناه إن الكلام نفسه مش مهم؟ لا، الكلام مهم، بس الكلام لوحده تأثيره أقل فعالية من الكلام مع الصورة. وأظن كلنا دلوقتي قادرين نصدق المعلومة دي بفعل السوشيال ميديا. علشان تقدر توقف حد وهو بيسكرول أب أو داون، الصورة لو ما كانتش كاتشي إنف وما كانتش مختلفة وما كانتش ساعات بتكون مزعجة، بس أهم حاجة إنها وصلت للناس إن أنت لازم تقف هنا عشان تعرف الصورة دي إيه هويتها، إيه ضرورتها، إيه لازمتها. وعشان كده في بعض الممارسات الغير سليمة على السوشيال ميديا بيحط صورة فجة أو صورة مزعجة جدا أو صورة لافتة الانتباه، حتى لو كانت بتخرج بينا عن المألوف وعن العادات وعن التقاليد. بس أهم حاجة أنا وقفت السكرول، فيقول لك أنا نجحت أز السوشيال ميديا سبيشالست، أنا عملت كليك ثرو هنا أو عملت فيوز هنا على الفيديو ده أو على الصورة دي، شوف كام 100,000 فيو، فيعتبر إن ده واحد من المتركس أو من عوامل ومعايير النجاح في شغله أز سوشيال ميديا سبيشالست. بس بغض النظر عن الإيثيكال والأن إيثيكال سايد اللي أنا قلته دلوقتي، إن هو لازم يكون متسق مع العادات والتقاليد ومع الموروثات ومع المبادئ، بغض النظر عن الإيثيكال والأن إيثيكال سايد، أنا كنت عايزة بس أقول إنه الصورة أو الشيء الفيجوال أكثر تأثيراً وأكثر فعالية إن يوقف الناس علشان تقرأ التكست. التكست لوحده ما بيقدرش يعمل ده بنفس فعالية الصورة، وده اللي بتقوله لنا دلوقتي البادي لانجوج سلايد دي، إنه التكست أو الفوكابلري مش أكتر من 7%. فاجتهد قوي إنه 7% دول يكونوا بيوصلوا المعنى، لأنه كده كده الناس مش هتقرأ كتير، الناس مش هتسمع كتير، الناس عايزة تشوف أكتر، تشوف يا إما صور يا إما تشوف منك human being interactions. تعالوا نعمل التست عشان تفهموا قصدي، أو بمعنى أصح علشان نحاول تفت الكلام النظري على الحاجات اللي بنشوفها كل يوم في حياتنا. daily activities، الحاجات اللي بنشوفها كل يوم هي وشوش الناس، انطباعاتهم، facial impressions أو انطباعات الوجه، الصور اللي الناس بتنقلها لنا بوشها وملامحها وبالبادي لانجوج بتاعتها من خلال الصور اللي هتعرض دلوقتي، هنفهم معاني وهنفهم مسجز. وأنا الحقيقة مش عايزة أقول رأيي، أنا عايزة أسمع منكم. كل صورة من اللي هعرضها دلوقتي المفروض إنه يتنقل لكم إحساس الشخص صاحب الصورة، قصد الشخص، نيته، عايز يقول إيه. فلو في حد ممكن يعمل دوبلاج، مش اسمها كده، انك انت تحط الكلام على الصورة. واحد، اثنين، لو الاولانية مستغرب طب والتاني مخدود؟ مخدود. ثلاثة، حاسه بايه؟ زهق. ممكن شويه زهق. سوري، متاثره. ممكن نقدر نسميه كده اثره، الشعور بالاسف والاسى. متاثره، عندك حق. وحلوه فكره زهقانه دي، يعني هو خدت بالك لما الراجل فسر وش المراه وفسرها ان هي
بمعنى المرأة لما فسرت وش المرأة اللي زيها فسرتها بمعنى دي زهقانة، دي مش واحدة متضايقة، دي واحدة زهقانة. وبالتالي هي هتاخد رياكشن تجاهها ازاي تفك الزهق ده عنها. التاني هيسألها الراجل، هيسألها ولا انت ايه اللي مزعلك؟ هي مش زعلانة، هي زهقانة، هي محتاجة خروجة، تفطر برة بقى، تتسحر برة، انت فهمتها غلط، شفت بقى ازاي. طيب الصورة دي سوري حد عايز يقول حاجة تانية هنا؟ مش مهتمة؟ فعلا يعني أنا مبسوطة إن أنت شفتيها على طول إن هي واحدة عايزة توصل للي قدامها إنها مش مهتمة بالكلام، مش فارق معاها، صح كده؟ doesn't care، صح، برافو عليك. نيجي بقى ندخل للأصعب، اللي فاتوا دول كانوا باينين قوي، انفعالاتهم والفيشل إمبريشنز بتاعتهم كانت بتنقل المعنى بسهولة إلى حد ما، اللي جاي أصعب. رفض، رفض. حد بيحط حاجز. حد بيحط حدود وحواجز وتحفظ في العلاقة مع اللي قدامه. دي وجهة نظر. حد هنا كان يقول حاجة تانية. متحفز لرياكشن معين. يعني ناوي للي قدامه على 100، صح؟ انتوا حاسين كده؟ طيب والاتش ار دي؟ دي شكلها اتش ار طبعا، صح؟ واللي في ايديها ده سي في، مش كده؟ او ريزيجنيشن فورم. او ممكن تكون فعلا استقاله وبتحاول تبحث في اسبابها. بس الفيشل امبريشن انت مش معايا انه دي مش فيشل امبريشن تترسم وقت الاستقاله؟ ولا لان بتوع ال HR اصلا يعني انت بعت وشهم؟ maybe forcing for someone. ممكن تكون يعني هي مبسوطه ان هو قدم استقاله، اللي هو يعني كويس، هو ده اللي وهو المطلوب اثباته، يعني ده اللي احنا كنا عايزين نوصل. يا نهار ابيض، رايكم في ال HR people وحش قوي يا جماعه. لا احنا لازم نحسن الصوره دي. هذا الشخص بيفكر، تقدر تقولي بيفكر في ايه؟ خير ولا شر يعني؟ ممكن هو بيمبر حاجة معينة. بيفكر في ايه يا فندم؟ في بلان. سيتنج ا بلان، بيحط مثلا تايم فريم لحاجة هيعملها، بيقدر بادجت. انتوا حاسينه كده؟ يعني مش ممكن يكون بيفكر في خروجة ولا بيفكر في غدا النهاردة ولا، لانه الورقه والقلم اللي في ايديه برضو بتقول انه ده واحد بيفكر في حاجه ريليتد لتاسك او لبروجكت بيعمله الى حد ما. يعني اللقطه بتقول كده. هذا الشخص اناليسيس، واحد بيحلل فكره، معلومه، بيسمع حد. وهو بيسمع حد ده مثل يس، بس هو في نفس الوقت اللي بيسمعه مش جاست لسنينج، ده بيريكونسيدر، صح كده؟ هو بيعيد النظر في اللي بيسمعه، هو مش بيسمع وخلاص. يعني دي مش واحد منصت، ده واحد فعلا بيتحقق من الاكيوريسي او من صحه ودقه اللي بيسمعه. الورق اللي قدامه كمان بيخوف، بيبين ان هو قدامه ورق، سيديهات، حاجات بيحاول يقارنها ببعض، يعني المنظر يخوف، مش كده؟ بس دي خوف اكتر، صح؟ دي غالبا مش هتكون اتش ار، دي هتكون حاجه تانية. دي بتكتب محضر. دي شؤون قانونيه مثلا، مش اتش ار. هنا هي يا فندم؟ شؤون الطلبه. والله فعلا صح، مره حد قال لي دي شؤون عاملين. والله صح، عندك حق. طب بغض النظر عن هيئتها وانها فعلا شبه ستيريوتايب كده بيطلع لنا في الافلام ان ده شكل الموظف الحكومي العتيق، بغض النظر عن الستيريوتايب، الفيشل امبريشن بتاعتها بتقول هي ايه المعنى او المسج اللي بتوصلها؟ قرفانه؟ doesn't believe الشخص اللي قدامها، doesn't believe الكلام اللي بتسمعه والشخص والحجه اللي بيقولها الشخص. في حاجه تانيه؟ هي فعلا هي متشككة وبتقول له يا سلام او ما معناه، يعني يا راجل يا شيخ حاجة كده. شفتوا ازاي احنا
احنا بنطلع مسج من الوشوش الساكته. ده اخر واحد معانا. سيلف كونفيدنس. طب حد عنده راي تاني؟ انا شايفه ان ده اصعب واحد فيه. هو رافض انك تقراه وده اصعب واحد فيهم. ده بنسميه بوكر فيس. ده بنسميه الشخص اللي مش عايزك تعرف هو حاسس بايه ولا بيفكر في ايه. انا في رايي ان ده اصعب. يمكن يكون بالنسبه للناس اللي تجاربها او احتكاكها بتجارب عصيبه عددها مش كبير شافت ان اللي فاتوا كانوا صعبين، بس مش صعبين بدليل ان احنا قاعدين بنهزر مع بعض قدرنا نفسر وشوشهم. بس الراجل ده ممكن لو قعدنا 3 ساعات نقول هو حاسس بايه وناوي على ايه هنختلف، هيبقى فاريبل اكسبكتيشنز. كل واحد فينا هيتوقع توقع لان الشخص ده مش مقروء مش مقري وده صعب. المهم بس من التست الصغير ده ان انتوا قدرتوا تعرفوا يعني ايه وشوش بتنقل رسائل. الراجل والمراه في الصور دي ما تكلمش، ما استخدمش فوكابلر، ما استخدمش تكست، حتى ما تحركش قدامي. صور ثابته ومع ذلك الصور نقلت لي معاني ودخلتني في مشاهد دي في شؤون العاملين وده في الاتش ار وده بياخد استقاله وده مش مصدق ودي زعلانه وعايزه تتفسح وحاجات كتير ودي مش مهتمه وعايزه توصل اللي قدامها انها doesn't care وانه كلامها مش داخل دماغها. كل ده من صور ثابته كرتونيه كمان ومع ذلك احنا فهمنا معاني كتير ودخلتنا في مشاهد وكملنا الفيلم، تخيلنا حاجات وكملناها. كل ده من البادي لانجوج. وبادي لانجوج صامته مش متحركه، عشان كده تأثير الصور كبير جدا جدا في كل حاجه. Our minds change our bodies. ده اللي ممكن نطلع بيه من conclusion من الصور اللي فاتت. الناس دي اللي في دماغها رسم تحركات جسمها، وضع ايديهم، رفعت كتفهم، رفعت رقبتهم او راسهم، بصت عينيهم، الحاجب، الابتسامة، حاجات كتيرة جدا. لما الفكرة كانت مسيطرة على صاحب كل صورة طلعت شكل معين من البادي لانجوج بتاعه، هتختلف من واحد للتاني. ودي نقطة مهمة جدا لازم نخلي بالها مننا، او سوري يعني نخلي بالنا منها. وده بقى اللي بيدخلنا في الجزء الاكاديمي بتاع النظريات اللي انتم متعودين عليه مني. وزي ما انتم متعودين انا بحاول اخفف دسامه النظريات بقدر الامكان، بقدر الامكان بحاول اخفف دسامتها علشان بجد النظريات مليانه حاجات مفيده جدا لينا، بس طريقه عرضها الاكاديميه النظريه اللي مليانه كلام يتحفظ 1 2 3 وحاجات ليست كتيره بتخلينا ننفر من ان احنا نطلع على نظريات قد تكون في منتهى الاهميه والفاعليه انها تغير حياتنا 180 درجه. موديل زي اللي قدامنا وهو اسمه CBT او كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي المعروف دوليا باسلوب علاجي اسمه العلاج المعرفي السلوكي. واعتقد انه اي حد قارئ في علم النفس او احتك بالمجال ده او ليه اصدقاء عارف اسلوب العلاج المعرفي السلوكي. باختصار بجد فعلا باختصار، لان انا ساعات بقول باختصار وما بختصرش، بس المره دي هحاول اختصر، احنا في رمضان برضه فيعني ما ينفعش اتقل عليك اكتر من كده. باختصار بجد فعلا كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي او اسلوب العلاج المعرفي السلوكي هو بيلخص تصرفات الناس في 3 عوامل اساسيه بتتحكم في النتيجه النهائيه اللي بتظهر منهم في اللي انا بشوفهم من الناس. 1 افكار، 2 مشاعر، 3 سلوكيات. ورمزوا لهم او عملوا لهم ترميز في صوره مثلث. وقالوا عليه انه ده يعتبر كوميونيكيشن تراينجل او مثلث التواصل الاجتماعي، ما فيناش حد بيسلك سلوك ما ايا ما كان وصفه او تصنيفه الا لو كان السلوك ده وراه دوافع خلتني اسلك السلوك ده. الدوافع دي مسماها العلمي او مصدرها الفيلز، مشاعرنا. يعني انا عمري ما هعمل سلوك الا اذا كنت فيه شعور معين دفعني، من هنا جت كلمه دوافع، شعور معين حرك موتيفز او دفعني وحرك دوافع معينه عندي خلتني اسلك السلوك ده.
طب عرفت السلوك ايه اللي بيحركه؟ المشاعر. طب والمشاعر ايه اللي بيحركها؟ الافكار. وعشان كده اسلوب العلاج المعرفي السلوكي بيقول انه لو في سلوك نيجاتيف او مضر او هدام او عاده مضايقه صاحبها او مضايقه اللي حواليه، لو عايز اغيرها او اتحكم فيها بمقدار اقل لو هي كويسه لكن بمقدار مش كبير، او لو هي نيجاتيف تماما وعايزين نقضي عليها مثلا زي التدخين، عاده مش ممكن تكون فيها اي مزايا او حسنات، فاحنا عايزين نلغي العاده دي او السلوك ده، لان على فكره التدخين عاده اكتر ما انه احتياج لمكون يدخل دمه. المهم انه لو انا عايز اتحكم في اي سلوك نيجاتيف ما ابتديش بتغيير السلوك، ابتدي بايه؟ في تغيير الفكره. ولو غيرت الفكره هتولد بعض المشاعر اللي هتنفرني من السلوك ده او من درجه السلوك ده، فهتخليني بطريقه سموث جدا بمنتهى اليسر والسلاسه والنعومه هلاقي نفسي السلوك بيتغير. انا نفسي هتفاجئ بنفسي وهقول ايه ده، انا بطلت احتاج الحاجه الفلانيه، ايه ده انا ما بقتش مدمنها زي الاول، ايه ده انا اتغيرت في طريقه رد فعلي لما حد بيعصبني. هتفاجئ بنفسك، انت حتى مش هتشعر وانت بتتغير، نظرا لان التفكير تحركاته ناعمه جدا بتشتغل واحنا نايمين، اصلا مخنا بيشتغل واحنا نايمين، بيعمل فولدرايزنج او بيحط الحاجات في تصنيف وملفات. تصحى تاني يوم ممكن تلاقي حل المشكله كانت قلقاك بالليل، ممكن تلاقي حاجه كنت بتدور عليها بالليل. مش عارفه حصلت لكم حاجه زي كده ولا لا، يعني معظم الفيميلز في البيت بالذات ربات البيوت المتزوجه بقى وكده لما بتكون شالت حاجه وهي مشغوله البال، فتيجي بعد كده تقعد تقول ده انا كنت لسه شايفاها النهارده، انا كنت ماسكاها بايدي مش عارفه ايدي حطيتها فين. صح؟ اسالوا كل الستات وكل الامهات السؤال ده، يقول لك انا فاكره بس مش عارفه ايدي حطيتها فين. ساعه زحمه، شد الاعصاب، هي مش فاكره ايديها وكان ايديها اتحركت لوحديها. اكشلي ايديها اتحركت في اللحظه دي لوحديها لان ما كانش مخها اللي بيدي الاوردر لايديها حطي الحاجه دي في المكان الفلاني، كان مخها بيفكر في حته وايديها من الاعتياد حطته في حته ثانيه. فتيجي بعد كده تقول لك مش عارفه ايدي حطيتها فين وكان ايديها دي بتاعت ايد واحده ثانيه. بالخلاصه لو عايز اغير سلوك لازم اغير الشعور اللي بيوصلنا ان احنا نسلك هذا السلوك، ولو عايز اغير الشعور يبقى لازم اغير الفكر. مين قال لنا الكلام ده؟ وهل ده ليه علاقه مهمه يعني ان احنا نتكلم فيه واحنا ناس متخصصه في برامج اداره الاعمال والموارد البشريه؟ هل ده مهم يعني نعرفه، او هل ده بيأثر على بيئات العمل وعلى اداء العاملين في الشركات؟ فعلا عندنا موقعين مهمين جدا وضروري ان احنا نبقى لو احنا مهتمين بمجالات اداره الاعمال ودراسه سلوك الاشخاص العاملين داخل مؤسسات العمل، مهم قوي ان احنا نبقى مطلعين او عاملين سبسكريبشن على ويب سايت مهم اسمه Emotional Intelligence at Work او الذكاء العاطفي في بيئه العمل. الناس المهتمه بالمجال ده الويب سايت ده بالنسبه لهم يعتبر واحد من التريجرز او الكنوز اللي ممكن يستندوا عليها في عمل برزنتيشن، في اثبات وجهه نظر، ولو هو ليدر او سوبرفايزر على مجموعه من الناس وعنده تيم بيديرهم هيقدر يفهم كتير من دوافع السلوك ومحركات السلوك وطريقه خلق دوافع السلوك عند الموظفين طبعا فيما يفيد بيئه العمل. الويب سايت Emotional Intelligence at Work بيعرض واحده من ضمن المقالات الموجوده على الويب سايت مقاله عن البيهيفير سايكل او البيهيفير سايكل او دوره حياه السلوك. ودوره حياه السلوك زي ما عرضها لينا CBT او الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي باختصار قال لنا ان دول ثلاث مقومات مفيش اي حد فينا بيسلك سلوك براهم، افكار مشاعر سلوك. لو حد فينا عايز يعرف ازاي يبدو انه قوي، والصور اللي جايه كمان هتثبت لنا الفكره دي اكتر، وعايزاكم لما تروحوا النهارده تحاولوا تمارسوا الاكتيفيتيز دي يعني وكانها تمرينات وحسوا بالفرق شويه. لو حد فينا عايز يحس انه او يعرف الناس الاقوياء ايه الفورميولا بتاعتهم، بادي لانجوج مدروسه وهنعرف يعني ايه مدروسه دلوقتي، اي كونتاكت بيحافظ عليه مع الاودينس بتوعه، فكره ان انا اكون مكسوف او محرج
سواء كنت في ميل أو ميل مش دي القضية، ملهاش علاقة خالص. أنت في مكان المفروض أنك أنت بتنقل علم أو بتنقل المعلومة أو بتنقل النتيجة في برزنتيشن في شغلك مثلا. فدلوقتي مش وقت حرب ولا وقت ان احنا نبقى على حياء وانا قاعد قدام ناس مثلا مش عارفه ايه. انت دلوقتي بتتكلم بطريقه مهذبه، فحافظ على الاي كونتاكت، ودي نقطه مهمه جدا جدا، لان في ناس كتيره لما بتفتقد الاي كونتاكت مع اللي قاعد قدامها بيقراها انها ضعيفه او انها خايفه. واحنا بنشوف ده في الانترفيوهات كتير، بنلاقي ناس على الورق السي في بتاعتهم مليانه كواليفيكيشنز ومليانه سكيلز، بس هو قاعد قدامي او هي قاعده قدامي في الانترفيو بيتحاشى النظر بيني وبينه. ودي نقطه مهمه قوي قوي بتفرق، وده مش معناه ان احنا نبرق الناس عشان نثبت لهم ان احنا عندنا اي كونتاكت كويسه. الاي كونتاكت كمان مهمه قوي انها تكون متقطعه ما بين ورق، ما بين حاجه موجوده على المكتب، وما بين عين اللي قدامي. ابص فين؟ لو باينه قدامكم في الصوره دي، بص في المثلث اللي بدا قاعدته من العينين ونازل ناحيه الدقن. المفروض نبص هنا، مش المفروض ابص مثلا لو اللي قدامي محجبه ابص على حجابها، مش المفروض لو اللي قدامي عامل شعره بطريقه معينه عيني تطلع وتبص على شعره، هو ازاي موقفه كده، هو ازاي مدفره كده، مش المفروض. لو عنده مثلا وحمه او شامه او حبايه او هي، مش المفروض عيني تتسرق وتروح للمناطق دي. المفروض ان انا افضل محافظه على الاي كونتاكت. اي كونتاكت والمفروض انها تبقى قاعده المثلث عند العين، وراس المثلث ينزل لدقن الشخص اللي قدامي. وحاولوا بقدر الامكان ان انتوا توزعوا نظرتكم ما بين الناس لو هو جمهور كبير، او ما بين الشخص والمكان اللي قاعدين فيه لو انت قاعد قدام فرد واحد. ما يبقاش طول الوقت بص للمثلث ده، برغم انه صح ان ابص للمثلث بس مش طول الوقت. ممكن ابص على الورق اللي قدامه، ممكن اقول له موجود عند حضرتك وبص على المكتب، ممكن وانا بتكلم اعمل تصرف بايديا فابص في اللاشيء. التصرفات دي على فكره بتنقل اللي قدامك انك بتفكر، مش انك مش عايز تبص فعلا. واخيرا الفوكال تون، اي حد يبدو قدامنا انه قوي ومتمكن بيتمكن من الثلاث ادوات دول، بادي لانجوج بالبوستشر والجستشر او بوقفه الجسد ووضعيه الجسد اللي هنشوف صور ليها دلوقتي، والفويس تون وقفات الهواء، تقسيم الجمله، اختيار الالفاظ، طريقه بنسميها البيز اللي هو طريقه الكلام، لما بتعمل ستريس على كلمه، لما بتوطي صوتك في كلمه، لما بتلاقي نفسك بتعلي في واحده من الكلمات اللي جوه الجمله، ده نوع من انواع الافرميشن، التوكيدات. التنوع في نغمه الصوت مش بس بينقل الرسالة صح، ومش بس بيوصل معاني اكتر من الكلمات لوحديها تقدر توصله زي ما قلنا ان هي 7% بس، لكن كمان بتقول اللي قدامك انك مآمن ومصدق في اللي بتقوله. فعشان كده انت بتتلون وبتتلذذ وانت بتقوله. ده على فكرة بيبان قوي لما بنقعد نتكلم مع اصحابنا ونحكي لهم على مشكلة او حكاية حصلت ومأثرة فيا قوي نفسيا، سواء بالفرحة او بالحزن، فبتلاقوا نفسيكم الفويس تون بتاعكم مش مونوتون، مش ثابت، مش هو هو، وتلاقي نفسك بتعلي في لقطه وبتنزل في لقطه، بتوشوش، بتضحك. هو ده اللي بيحصل. والمفروض علشان نبقى كاريزماتيك ونكون بيرسويسيف او مقنعين وعندنا كاريزما قدام الناس، ان احنا نتلون في حركه الجسم وفي نظره العين وفي نغمه الصوت وفي الهاند موفمنت. التلون على فكره بيثبت قدر ارتياحك، مش بس قدر ثقتك بنفسك، قدر ارتياحك للموقف، قدر ارتياحك لمواجهه الجمهور، وقدر ارتياحك للموضوع اللي بتتكلم فيه انت مش مجبر عليه. وعشان كده في البرزنتيشنز اللي بيقدموها الموظفين داخل الشركات بيبان قوي مين اللي بيقدم الريزلت وهو حاسس بكل رقم وبكل متريك. وفي ناس بيبقوا اشتغلوا كويس قوي في البروجكت بس يقول لك لا خلي فلان يقدمه، هيقدمه احسن مني. على فكره اللي قال ده مش واحد ضعيف ولا واحد ما اشتغلش، بس طريقته في العرض والتقديم وطرح الموضوع مش جذابه قد زميله التاني اللي قد يكون اخذ داتا اكتر ما يكون اشتغل او قدم داتا زي زميله. بس طريقته في تمكنه من البادي لانجوج، من الفويس تون، ومن الاي كونتاكت اقوى من زميله التاني. ومن هنا جت فكره التكامل وان التيم يبقى بيكمل بعضه. فينا ناس داتا اورينتد
بيقدروا يطلعوا معلومات، يعملوا ابحاث ويجيبوا ارقام ويجيبوا تحليل واحصائيات، بس مش بيعرفوا يقدموها بنفس قوه بحثهم وجمعهم للمعلومات. وفينا ناس ما بيعرفوش يعملوا الاداء العنكبوتي ده، انه يعرف يجيب المعلومه من اليمين والشمال ويثبتها ويتحقق من مصدرها والنظريه ويدور على اليوتيوب ويجيب الكتاب ويبص على الريفرنس، بس ما بيعرفش يعمل ده. لكن بيعرف ازاي لما بيفهم يعرضها. من هنا جه فكره ان احنا نكون تيم نكمل بعض. في الفويس بوينت بالذات جامعه هارفارد طلعت احد الابحاث في التسعينيات وقالت ان الفويس تون لوحده قوته كمان تكاد تتخطى قوه البادي لانجوج في بعض المواقف. زي ايه؟ زي المواقف اللي ما فيهاش فيجوال، يعني انا مش شايفه، زي الفون مثلا، صح كده؟ زي مثلا دلوقتي عندنا ساوند كلاود، الناس اللي بنسمع لهم او الناس اللي بنقدر نتواصل معاهم بطريقه اوديو اكتر منها فيديو او فيجوال، صوتهم يا اما بيقنعنا وبيجبرنا نكمل التراك للاخر، الاوديو تراك للاخر، يا اما بنروح عاملين بنقل. لدرجه ان ساعات في فيديوز على اليوتيوب، انا شخصيا واحده من الناس دي وفي ناس كتيره اكيد زي، بيكون حد بيتكلم وهو مش طالع بس بيعرض صور، فكده كده الصور اللي قدامي هي اللي نقلت لي المعنى، وهو صوته بالظبط هو فويس اوفر. لو الفويس اوفر اللي بيتكلم ورا الصور دي مش كاتشي انف انه يخليني اكمل، بقلب وبدور على حاجه ثانيه، واكيد كتير منكم بيحصل ده معايا. الفويس تون قوته في الفون كوميونيكيشن او في الاوديو كوميونيكيشن اللي ما فيهاش فيجوال او ايمجز، بيكون تاثيره او نسبه قوته بتصل لاكثر من 80%. ده معناه انه تقريبا البروسيس كلها بتحصل بالصوت. عشان كده لما بيختاروا حد يقدم حاجه او يعرض نتيجه او يعرض ريزلت، لازم يختاروا حد بيعرف ازاي يتكلم مع الناس او ينقل للناس بصوته، بالبادي لانجوج طبعا اكيد المصاحبه للصوت، الرساله. لان الفكره مش في الارقام، الارقام ممكن ننزلها على الويب سايت، ممكن نبعتها للناس على الايميل، بس اللي بيقنع الناس وبيملاهم حماس واقتناع هي طريقه عرضك للموضوع. حتى لما بيكون في فيس تو فيس كوميونيكيشن، يعني حاجه احنا شايفين بعض فيها، شايفيني وشايفينكم، برضه الصوت نسبته مش قليله. 38% ده مش نسبه قليله خالص على فكره، نسبة قوية جدا جدا جدا. وعشان كده الفويس تون مهمة. ما فيناش حد مش بيعرف يعملها بطريقة كويسة، طريقة الكلام، تقسيم الجملة، بس فينا حد ما دربش نفسه عليه. وعلى فكرة انتوا أكيد سمعتوا عن كورسز في الفويس أوفر. أكيد سمعتوا عن كورسز في حاجات ليها علاقة بإنك أنت لو عايز تطلع مذيع أو عايز تقدم في برامج راديو. على فكرة أنا تخصص راديو في المقام الأول. وحبيت الراديو، مع اني كنت في الاول نفسي ادخل التلفزيون، بس الفكره لما دخلت الراديو بالذات وانا بعمل مشروع التخرج اكتشفت المعلومه دي، انه لو في مذيع قدر يخليك ما تقلبش المحطه علشان هو صوته وطريقه كلامه وطريقه عرضه والالفاظ اللي بيستخدمها، نبره الصوت فيها تفاؤل او فيها تعاطف او فيها جديه او فيها رسميه او فيها رفع تكليف، كل ده بينقله بصوته، فالراجل ده محترف او البنت دي محترفه. الصوره في التلفزيون او في اي حاجه، الصوره بتعمل نسبه مش اقل من النص، 55%، دورها مهم جدا. فلو انا مبتسمه بيبان ان انا مبتسمه خلاص، لكن ازاي يبان ان انا مبتسمه بالصوت بس من غير ما تشوفني وبتحس ان انا مبتسمه؟ لما بنسمع احمد يونس في الراديو بنعرف ان هو مبتسم، صح كده؟ بنعرف ان في ناس قاعدين ازاي، ممكن نتخيل هم قاعدين مع الضيف ازاي قاعده كاجوال. وعلى فكره هم بيبقوا قاعدين كاجوال فعلا، ان هم مش متشافين حتى دلوقتي بعد ما كانت الراديو بس بيتسمع، دلوقتي بقى موجود على التلفزيون انك ممكن تشوف البرنامج وانت بتسمعه بتشوف المذيع قاعد ازاي والضيف قاعد ازاي. بس عن تجربه معظم الناس وانا منهم، متعه الراديو انك تسمعه بس احلى بكتير انك تسمعه وتتفرج عليه. المهم ان احنا كلنا عندنا المهاره دي، بس ممكن يكون بعضنا ما دربش نفسه عليها، ما احتكش بمجالات تدربوا عليها. اهم حاجه تحافظوا عليها هي الافرميشن، باور اوف افرميشن، او قوه التوكيدات، توكيد للمعاني اللي عايز تقولها لنفسك عن نفسك.
مش المعاني اللي الناس بتقولها لك عن نفسك. الفكره دي خطيره جدا، خطيره قوي. جيبوا اي حد يائس محبط حاسس بالفشل والعجز وقولوا له كلام تحفيزي كبير جدا، هل ده بيغير من الحياه بتاعته؟ هل بيتحول لبني ادم ناجح على طول؟ ومن هنا جت خرافه التنميه البشريه، ان بنسمع كلام حلو قوي محفز جدا ممكن يخلي الناس تبني هرم رابع، بس انا ما اشتغلتش على توكيداتي عن نفسي. انت عمال انت تقول لي ان انا كويس، بس انا ما قلتش لنفسي ان انا كويس. عشان كده الباور اوف افرميشن بتبدا انترنالي، انر فيلينجز، انا شايف نفسي ازاي، مش بس الناس شايفاني ازاي. هو حلو الناس شايفاني ازاي، بس كم حد نعرفه الناس شايفاه انه كويس، وانت لو عارفه معرفه شخصيه عارف انه لا يستحق هذه المكانه، انه مخادع، انه فيك، انه مش حقيقي، انه بيظهر نفسه بكفاءه وبشطاره، ونعترف انه هو شاطر في انه يظهر نفسه بصوره كويسه جدا، بس لانك تعرفه معرفه شخصيه عارف انه هو مش كده. وعلى فكره السوشيال ميديا اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي اكبر دليل على ان احنا كلنا بقى عندنا مهاره تقديم نفسينا ان احنا حلوين وسعداء وشاطرين. انستجرام اصلا من الحاجات اللي بتسبب الاكتئاب لسبب بسيط، انها بتخلي كل الناس يعرضوا سعادتهم. مش ممكن نكون سعداء طول الوقت، مش ممكن كل يوم ناجحين، مش ممكن ما عندناش مشاكل. فيقال في السوشيال ميديا توداي، ده ويب سايت مهم قوي خاص بالمجال بتاع السوشيال ميديا والاي ماركتنج، بيقول في احصائيه من الاحصائيات السوشيال ميديا توداي ان انستجرام بيوصل نسبة لا تقل عن 60% من العملاء بتوعه او المستخدمين اليوزرز بتوع الانستجرام، انه على اللونج تيرم بيبتدوا يحسوا ان الانستجرام مصدر من مصادر الاكتئاب عندهم او مصدر من مصادر النيجاتيف فيلينجز عندهم، لانه حاسس ان كل الناس سعداء وانا المفروض اظهر سعيد. طب انا مش سعيد، طب انا بظهر عكس اللي انا حاسه، طب ولو انا بعمل ده هل الباقيين بيعملوا ده زيي ولا هم فعلا سعداء؟ ولو هم فعلا سعداء طب اشمعنى هم وانا لا؟ بتبتدي تظهر inner feelings مليانه confusion، تشتيت وعدم فهمك للموضوع ماشي ازاي. بغض النظر عن انه السوشيال ميديا ليها dark side كبير جدا، وكتير من السيمينارات اللي فاتت اتكلمت في الموضوع ده ولسه هفضل اتكلم فيه لانه تخصصي، وانا شايفه ان هو ليه unethical practice او ممارسه غير اخلاقيه بتضر بنفسيه الناس وبتضر بالعلاقات الشخصيه بين الناس وبعضيها، وعكس المفهوم والشائع عنه ان هي وسائل تواصل اجتماعي، هي الحقيقه هي وسائل قللت التواصل الاجتماعي بين الناس، التواصل الحقيقي الفعال بين الناس، وبقينا كلنا بنظهر بطريقه fake it until you become it، اللي هو انت طول الوقت تفضل تتظاهر بشيء لحد ما تصدق ان انت بقيت الشيء ده. علميا ده بيضر بنفسيتنا، لان احنا بنبقى حاسين نفسينا بحته واحنا مش فيها، فده ممكن يصدمنا بعد كده في نفسينا. ليه الكاريزماتيك والباورفول بيبول مهمين وليه مطلوبين في كل وقت وكل مجال؟ لان المسؤوليات تقلت جوه الشركات، في البيوت، في تربيه الاولاد، في العلاقات الشخصيه. العلاقات والحياة بشكل عام بقتش بنفس البساطة والسطحية اللي كانت موجودة عليها من 100 سنة فاتت أو أقل من 100 سنة فاتت. يعني في الخمسينات والستينيات والسبعينات الناس كانت أبسط من كده في علاقاتها، وكان اللي بتشوفه من الناس أقرب إلى إنه يكون حقيقة. وفكرة الإدعاء موجودة في كل زمان، بالتظاهر والتمثيل موجودة في كل زمان، بس نسبتها في الزمن اللي احنا فيه أكبر بكتير، لان عندنا وسائل وادوات بتساعدنا ان احنا نتظاهر. زمان مثلا اديكم مثال بسيط جدا جدا، زمان علشان كان واحده تتصور فوتو سيشن وتطلع شكلها احلى من حقيقتها كانت محتاجه تروح لمصور او لرسام ماهر جدا، فنان جدا ودقرم جدا، ويعرف ازاي يستخدم ادوات عاكسه للاضاءه ويخبي ديفوهات في الوش. لو تعرفوا مثلا او قريتوا عن الممثلين بتوع زمان ازاي كان ممكن لو مناخيرها صغيره يقعد يعمل ايه علشان يبينها ازاي، ولو هي سمراء يبينها افتح. اي نعم كان ابيض واسود بس برضو كانوا بيجتهدوا علشان يطلعوا احلى. بس دلوقتي احنا مش محتاجين على فكره ولا مصور محترف ولا مصور دقرم ولا اي حاجه من دي، كفايه نفتح الانستجرام او سناب شات ونختار فلتر يطلعني ولا
اقبل سوبر ستار. ففكره ان انت تفتعل شيء او تفتعل صوره او تمثل صوره عن نفسك بقت سهله وفي ايد الناس كلها، مش صعبه ولا محتاجه فلوس ولا محتاجه محترفين، بقت سهله في ايد الناس. عشان كده الناس الحقيقيه authentic people، الناس الاصليه الحقيقيه اللي على طبيعتهم، اللي ممكن هو بيتكلم في كلام مهم جدا يتلجلج في كلمه، او اللي هو ممكن هو بيمشي قدام الناس وتمام وزي الفل يتكعبل في سلك عادي جدا. فمين قصدي ان احنا نبقى عاديين؟ ما احنا كده في حياتنا، ولا احنا مش كده في حياتنا؟ ساعات بيبقى عندنا زله لسان، ساعات بنقلق، ساعات بنتوتر، ساعات بنحزن، وساعات بنحبط، وساعات بنبقى شويه يائسين الى حد ما، مش ده الطبيعي بتاعي. بس مش كل يوم حلوين، ولا كل يوم سعاده، ولا كل يوم زي الفل. عشان كده الاوثنتيك بيبول النهارده مطلوبين في الشركات بدرجه اولى لسبب بسيط جدا. اي شخص على طبيعته بيعرف يوصل الرساله اللي هي في الاصل مصلحه الاورجانيزيشن للتيم بتاعه. قبل كده لما اتكلمنا عن الليدرشيب قلنا انه الكاريزماتيك والاوثنتيك ليدرز، القاده المهمين المؤثرين اللي عندهم كاريزما، بيقدروا من خلال الكاريزما دي يقنعوا التيم بتاعهم، بيكونوا ناس عندهم سحر قوه البساطه. الغريب ان الناس ممكن تبقى شايفه ان البساطه مش احد عوامل القوه، البساطه احد عوامل القوه، حتى في الكرياتيفيتي، في الانتاجيه، وفي في الابداع، في اعلانات، في ديزاينز، في افلام، في افكار، من كتر ما هي بسيطه ممكن تكون انت تحاشتها وما جتش على بالك وما جتش جنبها لانها بسيطه ومعتاده. شطاره الفنان الكرياتيف بيرسون فعلا هو اللي بياخد الشيء العادي البسيط اللي ممكن الناس تتحاشاه من كتر اعتيادهم ليه ويقدمه بزاويه جديده، فيتشاف ان هو كرياتيف، وهو فعلا بيكون كرياتيف، هو مش بيفاكت. يعني الفكره كلها بان البساطه ليها سحر وليها قوه. عشان كده كاريزماتيك بيبل ار وونتد افري وير، ميديا، ماركتنج، ليدرشيب، اتش ار، بزنس، في كل حته مطلوب ان يكون الشخص على طبيعته. وده اللي بيخلي الشركات النهارده بتعمل بيرسوناليتي وكاركترستكس تيست، او اختبارات سمات نفسيه وسمات شخصيه، عشان تتحقق ان الشخص اللي قدامي على الورق مش مفتعل، مش فيك. حتى لو كانت الكواليفيكيشنز اللي انت حصلت عليها حقيقيه، بس هل انت عندك المهارات اللي انت قايلها دي حقيقيه عنك؟ اصل مش كل واحد خد ماجستير في علم النفس بيبقى فاهم يوصل ازاي للناس رسالته. ممكن تلاقيه فاهم، حافظ، بيجيب درجات. مش كل واحد خد ماجستير في اداره الاعمال بيبقى مدير مشروع ناجح، لان في الاخر السيرتيفيكتس والكواليفيكيشنز مبنيه على كم استيعابك للمعلومه وكم او قدر استرجاعك للمعلومه وقت الامتحان. بتاخد درجه على قد ايه قدرت تسترجع من الذاكره، فهي شطاره حفظ وطرح او اعاده تقديم للمعلومه. بس البراكتس لا، دي حاجه ثانيه. عشان كده احنا بنقول ان البادي لانجوج واحده من الحاجات اللي عايزه براكتس، مش عايزه قرايه، مش عايزه حد يقولها لكم، ممكن حد يلفت نظركم لاهميتها زي ما انا بعمل دلوقتي، بس مش هقدر اعلمها لحضراتكم. انا شخصيا ما اقدرش اعلمها لاولادي لان هي براكتس. تعالوا نشوف بقى البراكتس. لو احنا اجسامنا زي الصوره اللي فاتت او الصور اللي فاتت اتاثرت بافكارنا، طب هل اجسامنا هي اللي تقدر تاثر على افكارنا؟ تاني، الصور اللي فاتت كان فيها ناس دماغها فيها معاني ورسائل معينه، فده اثر على وضعيه جسمهم، على البادي لانجوج بتاعتهم. فاللي كانت بتفكر في ان هي شاكه في اللي قدامها او في اللي قدام، يعني اللي موجود قدامها، خدت رياكشن كده بجسمها بين للي قدامها ان هي مش مصدقاه. يبقى الفكره اثرت على تحركات الجسد. هل العكس وارد؟ يعني هل ممكن لو انا داخله عليكم حزينه او مكتئبه او محبطه من اي شيء، هل ممكن اعمل شويه اكتيفيتيز جسديه تغير الافكار اللي في دماغي من احباط، من ياس، من احساس بانه نو هوب، او ان انا النهارده مش هنجح؟ هل ممكن في اكتيفيتيز اعملها بجسمي توصلني
توصل لي انه انا كويسة وهتمر على خير النهاردة او البروجكت هيتم. هل في اكتيفيتيز بجسمنا ممكن نعملها تأثر على افكارنا وعلى عقولنا؟ انا شايفة الناس بتقول اه. طيب باختصار احنا اتعلمنا من شوية في الدقيقة اللي فاتت ان non-verbal body language او التحركات الغير ملفوظة اللي هي الصامتة زي ما قلنا تحركات جسد او body language لغة جسد صامتة non-verbal body language بتقدر تتحكم وتأثر على نظرة الناس فينا. الناس بتشوفنا ازاي من body language بتاعتنا برغم ان هي معهاش اي text مفيش اي كلام اتقال جنبها. هل بقى non-verbal body language دي بتأثر عليا انا كمان؟ تعالوا نشوف. هنتعلم دلوقتي 10 postures او 10 وضعيات جسد، خمسة منهم positive وخمسة منهم نيجاتيف. النهارده روحوا مثلوهم قدام المراية جربوا، وانتوا قاعدين معايا دلوقتي افتكروا الوضعيات الجسد دي لما قمت بيها في يوم او عملتها في يوم او شفت حد في يوم عملها وانت قريت ان هو كان هنا قوي او كان هنا خايف ومهزوز وقليل الثقة بنفسه. أول خمسة هي الخمس تحركات جسد خاصة بالباور، هاي باور. الثانية هتبقى لو باور. هاي باور بوستشرز واحدة منهم الانفتاح، بغض النظر عن إن هي ممددة على مكتب، يعني هنفترض إن إحنا خدنا نص الصورة. وضعية الجسد لشخص منفتح وشكل من أشكال الاستعداد لتقبل حدث، شخص، فكرة. فلما ساعات بنبقى قاعدين في ميتنج وانا بشوفها كتير جدا في الميتنجز اللي بتبقى هي مبنية على البرين ستورمينج، عصف ذهني، يعني نقول للناس اتكلموا، قولوا افكار، شايفين ايه، طب رأيكم ايه، طب نعمل ايه. فتلاقي ساعات لما حد بيقول فكرة تلاقي واحد تاني سواء كان مديره او زميله رجع بظهره كده للكرسي ورجع بالكرسي كمان خطوة لورا ورفع ايديه كده لورا وعقدهم ورا رقبته ورفع راسه كده وسرح وقال لك ممكن، وارد، صدق، ينفع، ما جاتش على بالي دي. مش ده اللي بنشوفه؟ وساعات ده اللي بنعمله لما بيكون في فكره عجبتنا تلاقينا رجعنا لورا وعملنا كده بغض النظر عن التمديده الكبيره دي، يعني مش هي دي المقصوده، المقصوده هي وضعيه النصف الاعلى من الجسد. وضعيه الجسد الثانيه والثالثه هي شكل من اشكال القوه اللي بوريها للي قدامي ان انا متحكم او مسيطر على المشهد او على الموقف، او انا عندي اوثوريتي بتكلم من خلالها، انا عندي سلطه، فانا النهارده بتكلم وبعمل كده. شكل من اشكال الهيمنه والسيطره مش بس قوه. يعني في واحد تاني بيقف وحاطط ايده في وسطه، وده احنا كلنا عارفينه ان ده واحد مستعد للخناق، وطالما مستعد للخناق او لجر شكل اللي قدامه يعني معناه انه حاسس ان هو قوي وقادر يقوم باللي قدامه، صح كده؟ دي عارفينها من الخناقات والحاجات بتاعت الطفوله، بس في نفس الوقت على فكره ده موقف بيبين قد ايه الشخص مسيطر على المشهد. طب نشوف كده وضعيات الجسد الثانيه. احنا كده قلنا ثلاثه، دي الرابعه ودي الخامسه. الرجاله بالذات لما بيقعدوا القعده دي ممكن تنقل لي احساس ان هو مسيطر اعلى مني في اللي انا بقوله، يعني ممكن اكون بقول له حاجه فهو راح قعد، اللي هو مشهد الراجل اللي حط رجله على رجلي، فقعد وحط ايديه كده لورا وحط رجله على رجلي، فاللي هو حسسني انه انا بستجدي منه موافقه على فكرتي او على طلبي. غالبا المشهد ده بنسميه كده بيننا وبين بعضينا ده مشهد مديرك لما بتيجي تطلب منه اجازه، يروح قاعد لك القعده دي ويقول لك طب انت وراك ايه الشهر ده، طب انت سلمت الريبورت، طب انت خلصت المعرفش ايه، ويتكلم معك وهو واخد الوضعيه دي. فبشكل لا ارادي احنا بنحس ان احنا بنستجدي الموافقه، لان اللي قدامي عمل حركه او حكي بانه متحكم في القبول والرفض. المشهد الاخير ده واحد منفتح بيسمع مش موافق ومش معارض، شكل من اشكال ان هو منفتح بحياديه قوة برضه. معناه ان انا مش قلقان من فكرتك، بس في نفس الوقت كمان انت ما فرضتهاش عليا، فدي قوة. قوة ان انا اوحي للي قدامي بان فكرتك مسموعة بس لسه ما اتقبلتش. حسسني ان انا لسه عندي
قدرة وإمكانية القبول والرفض، ودي قوة. طب دول لو الهاي باور بوزيشنز، طب إيه اللو باور بوزيشنز؟ خمس تحركات اللي جايين هي تحركات انهزامية بتوحي بالضعف وقلة التحكم والسيطرة على الموقف، وبالتالي بنتشاف إن إحنا عندنا lack of self confidence. قاعدة إن إحنا نبقى مطبقين نفسينا وضمين نفسينا ومربعين إيدينا وإحنا ضمين كتفنا كمان مش مربعين إيدينا وإحنا فردين عرضنا كده، دي قاعدة شخص يعني بيحمي نفسه. بلس بقى لو عمل حركة لف الرجلين على بعض، دي كمان شخص واحد أو واحدة يعني ميل أو فيميل احنا بنقولها كده اللي هو يعني عايز يستخبى جوه نفسه، فده شكل من الأشكال إن هو عنده حاجة خايف تتشاف، معلومة خايف تتعرف، حجة ضعيفة وخايف تترفض. هو شخص مش واثق. متخيل واحد بيطلب حاجة وهو عامل وضعية الجسد دي، دفنت ليه يتشاف إن طلبه مرفوض. التانية وضعية الجسد بتاعت البنت اللي في الصورة، ودي واحدة أصلاً بوضعية الجسد دي باينة إنها مترددة وغير واثقة من طلبها أو من فكرتها. وضعية الجسد دي بحد ذاتها معناها واحدة أصلاً لسه هي نفسها بتفكر في اللي بتقوله، مش واحدة قررت وحسمت أمرها. الوقفة دي كمان، الوقفة مش الراجل اللي قاعد، الوقفة دي كمان برضو من فوق لتحت، يعني من أول راسه اللي بصل تحت واللي قدامه بيكلمه وعنيه سرحانة في اللاشي لضمة كتافه اللي قلنا عليها من شوية ان هي شكل من أشكال احتواء الذات لأنه حاسس بالتهديد أو بالخوف، لوقفة رجليه اللي فيها شكل من أشكال الجدية وعدم الانتظام وعدم الالتزام. فمن فوق لتحت الشخص ده بينقل لي رسائل سلبية عن نفسه، هاو كم مستني مني اني اشوفه qualified and power. اما بقى المشهد الخامس والاخير، هو الشخص باين قوي انه حيران. ده مش سرحان، دي حيرة. اعمل ايه؟ اروح فين؟ اجي منين؟ اقول ايه؟ طب اعمل ايه؟ يعني هو فعلا شخص حيران. وضعية الجسد دي بتخلي اللي قدامك يحس ان انت ما عندكش حاجة تقولها، مفيش حجة ينفع تقنعني بيها. طب انا اقتنع ليه؟ عشان كده وضعية الجسد دي على فكرة اللي ممكن تتحرك بيها اجسامنا بشكل لا ارادي، لان انا عارفة ان في ناس دلوقتي هي قاعدة بتسمع او بتشوف الصور دي بتقول انا ساعات بقعد الاعداد دي بس ما بقاش قصدي الكلام اللي هي بتقوله، او انا بشوف حد من زمايلي بيبقى واقف الوقفة دي بس انا مش دايما بشوفه كده. عندك حق، عندك حق وكلامك صح، لان اللي انا قلته دلوقتي من وضعيات الجسد ما هياش حاجه 100% كل مره، بس هي حاجه بلس 90% في كل مره. انت بقى هتشتغل على وضعيات الجسد دي بامل انك تتفهم بال 7-8% ولا بال 95 و93%. فخلينا نبعد عن وضعيات الجسد اللي بتنقل قله ثقه بالنفس بقدر الامكان، خصوصا في المواقف اللي محتاجه انك تبان فيها برساله قويه. احنا قاعدين مع اصحابنا واحنا بنتسحر مع اصحابنا واحنا قاعدين في البيت واحنا خارجين خروجه، ما حدش فينا يعني بيقعد يفكر انا هقف ازاي وهقعد ازاي. بس بصراحه في ناس قعدتها حلوه ووقفتها حلوه ونبره صوتها حلوه وطريقه تقسيم الكلام بتاعها حلوه في البيت وجوه البيت وبره البيت، وعلى فكره ده بيساعدهم انه لما يتحطوا في موقف ضاغط للاعصاب قوي ما بيسمح لهمش ان هم يفكروا هعمل ايه واقول ايه واتصرف ازاي واقف ازاي، بتطلع تصرفاتهم تلقائيه صح. غير لما يكون شخص بيوعى بنفسه في المواقف الحساسه والصعبه والعصيبه هقف ازاي وهتكلم ازاي، وكانه بيقرا من جايد مانوال جايد، كانه معاه كتالوج الوقفه الصح هنا يبقى اعمل كذا، الكلام الصح اقسمه بطريقه كذا. طول ما انت واعي لطريقه سلوكك ده معناه ان في لحظات اللاوعي مش هتسلك السلوك ده، هتتصرف بتلقائيه، ولو دي مش تلقائيتك يبقى مش هتطلع منك في المواقف العصيبه اللي بتشد اعصابك وبتخلي مخك ما يروحش يفكر في المنطقي، بيفكر ايموشنال، احمي نفسي ازاي؟ ارد على الهجوم ازاي؟ عشان كده في ناس انتوا اكيد قابلتوهم ويمكن انتوا تكونوا من الناس دي اللي بقصدها، انه في اصعب المواقف تلاقي كلامهم موزون وتلاقي الفاظه سليمه
وتلاقيه ما بتطلعش منه الغلطة. الناس دي انتوا ممكن تكونوا عارفينهم، ممكن تكونوا انتوا الناس دي، لانه الناس دي تلقائيتها صح، فطرتها سليمة، ماشية صح، مش بتمثل المشهد. طبعا دي واحدة من ضمن اللور او اللو باور بوسترز، وهو انك تبقى قاعد يعني مش مستوي، وتصرفات تدل على انك انت قلقان. كل دي تصرفات هتفرق كتير معانا عشان نتشاف اقوى. اخر حاجة عايز اقولها ان في حاجة في جسمنا اسمها هرمون القوة والسيطرة، ممكن نكون مش عارفينه، بنسمع اسمه بس مش عارفين هو مهم قد ايه او بيفرز امتى. الهرمون ده اسمه التستوستيرون. الهرمون ده مهم بدرجة تخلينا تلقائيين نبان صح في مواقف صعبة. في هرمون تاني بيمشي جنبه وساعات عكسه، هفهمكم الكلام الملخبط اللي انا بقوله. هرمون اسمه كورتيزول، واكيد برضو سمعتوه، بس انه يتقدم في السياق موضوع زي النهاردة اكيد ما حصلش. تستوستيرون هو هرمون مهم في جسمنا، بيفرز في مواقف بنشعر فيها بالسيطرة والهيمنة على الحدث. يوم ما بتكون صاحب الشيء او حاسس بالأونرشيب، بيبقى فيه في جسمك هرمون بيفرز بنسب اعلى من المعتاد في المواقف العادية اليومية بتاعتك. الوقت ده، الموقف ده، وانت حاسس انك صاحب الشيء وانت متحكم فيه، في هرمون بيفرز من مخك بيسري في اورتك كلها، اسمه تستوستيرون. الهرمون ده بنسميه هرمون القوة والسيطرة، او هرمون بيشعرنا بالقوة والسيطرة، او بيتم افرازه عند الشعور بالقوة والسيطرة والتحكم في مجريات الاحداث. في هرمون تاني بيمشي جنبه، ولما بنغلط الغلطة اللي هقولها دلوقتي بيتقاطع معاه، واذا تقاطع معاه بوظ المشهد. الهرمون التاني ده اسمه كورتيزول، ده هرمون مسؤول عن التوتر. إذا تم إفرازه بنسبة أكبر في جسمنا بنلاقي نفسنا متوترين. تعالوا بقى نشوف سمات القوة والسيطرة وسمات التوتر. إحنا شكلنا بيبقى عامل إزاي وإحنا أقوياء؟ بيبقى شكلنا شبه الصور اللي أنا عرضتها من شوية. جسمنا منفتح، ظهرنا مفرود، رقبتنا باصة لفوق أو يعني عالية، إلى حد كبير بتبقى حركات جسمك موزونة، ما فيهاش رعشة، ما فيهاش تخبط، تمشي خطوات واثقة، وأنت قاعد بتقعد بظهرك مسنود على ظهر الكرسي، مش قاعد على طرف الكرسي، بتملى مكانك. على فكره التحركات او الاوصاف اللي انا بقولها دي كلها بتحصل لا اراديه، لا اراديه، بتلاقي نفسك قعدت ومليت كرسي، واحنا بنقول ايه؟ قاعد ومالي مركزه، مش بنقولها كده؟ هو قعد وملى الكرسي احساسه بايه؟ بالدوميننس، بالهيمنه، بالسيطره. فلما بتقعد على مكتبك بعد ما بتترقى اول مره، بتدخل مكتبك الجديد ابو كرسي بيلف بعجل، ده عارفينه كلنا اللي بنتمناه كلنا، فبتقعد وبترجع بظهرك لورا وبتملى، وتحط ايديك على دراعات الكرسي، بتملى الكرسي. شكل الملو ده والتحكم والسيطره نتيجه احساسك بانك مسيطر، بانك قوي، بانك متحكم. طب والتوتر سماته ايه بقى الجسديه؟ اوله طبعا، وده يمكن يكون مفاجاه بالنسبه للناس، إن الناس متخيلة إنه أوله هي تحركات جسد أو يعني صور بتبان على جسمنا، وهو ده صح بس مش أوله. تخيلوا أول حاجة إيه؟ نبرة صوتنا. في ناس وأنت بتتكلم معاهم قبل ما بتشوفهم هم عرقوا، هم وشهم أحمر، عرق مثلا في الجبين بدأ يظهر عند بعض الناس، ده بيظهر حركات إيديهم فيها شيء من الرعشة، تلاقيه بيروح ويجي، يعني في تخبط في الحركة. قبل ده كله ممكن تلاحظ ان نبرة صوته بتترعش. مش عارفة اذا كنتوا سمعتوا حد كده ولا لا، انا اتمناش ان انت تكون اتحطيت في موقف زي كده، وان كان بصراحة الموقف ده ممكن تتعرض ليه في موقف فرحان فيه جدا وقلقان عليه جدا. مش لازم تكون خايف، ممكن تكون فرحان بس قلقان، قلقان لا يجوز، قلقان لا ما يطلعش في احسن صورة. زي الامتحان، انت مذاكر، انت تمام، بس داخله عايز اقفل، عايز اجيب امتياز، عايز ابقى معيد. فساعات القلق والتوتر بيكون نتيجه شيء جيد، ومش دلاله على الضعف، ساعات بيكون دلاله على الحرص. وعشان كده قلت فيه هرمون كويس بيمشي جنب هرمون القوه، بس لو تقاطع معاه بوظ المشهد. امتى يتقاطع معاه؟ لما يزيد عن الحد.
التستوستيرون هو هرمون السيطرة والقوة، والكورتيزول هو هرمون التوتر. التوتر كل ما كان ماشي بنسب معقولة جنب القوة كل ما خلاك حريص على الحفاظ على مكانتك. مين فينا لما بيكون عايز ينجح في مشروع، في دراسة، في أي حاجة، ما بيكونش عنده نسبة من التوتر بتخليه يذاكر كويس أو يحضر كويس أو يرتب أفكاره أو يجهز برزنتيشن؟ ما هو اللي خلاني ودفعني أعمل كل الحاجات الصح والكويسة دي درجة من التوتر. لو أنا مش متوتر مش هبقى حريص، ولو مش حريص مش هشتغل وهبذل مجهود يطلع الحاجة في أحسن صورة. إذن التوتر هرمون أو كورتيزول هرمون مسؤول عن حالة وشعور اسمه التوتر، حاجة حلوة مش حاجة وحشة، بس لما نسبته بتزيد بتتقاطع مع ظهورنا بالقوة والتمكن والاحترافية. عشان كده قلت انه هرمون كويس طول ما هو ماشي جنبه، بس لو سبقه وبقى اعلى منه في النسبة غلط، ولو تقاطع معاه بوظ لي النشاط. بكده افهم ان ممكن اجسامنا تغير طريقة تفكيرنا، وان البادي لانجوج اللي بنعملها حتى لو كانت مش معاها تكست ولا كلمات ممكن تغير نظرة الناس لينا ونظرتنا لنفسينا. فهمت ده من ايه؟ من البوستشرز اللي فاتت. لو داخل على موقف انا حاسس فيه بالقلق والتوتر، نظم حركة نفسك او نظم ايقاع نفسك ونظم حركة جسمك. تجي فكر في انك تقف وقفات فيها انفتاح سيطرة. لو قدامك بوديوم او مكتب زي اللي قدامي، حاول لو طبعا مش ماسك مايك زيي حط ايديك الاثنين على الطرفين المكتب، ده هيديلك احساس بانك انت صاحب المكتب. كفايه انك تفتكر المعلومه دي، انا هنا انت هنا ضيفي انت على مكتبي. لما بتقف وحاطط ايدك في وسطك، حتى لو ده حصل في اوضتك او قدام المرايه قبل ما تخرج للناس، ده بيعلي احساس السيطره، بيزود نسبه افراز التستوستيرون هرمون السيطرة والقوة. لو لاحظت نفسك او رأيت نفسك انك بتقف وقفات فيها انهزام واحتواء لذاتك، لا افرض. التصرفات دي بتزود افراز هرمون الكورتيزول، واول ما هيتم افرازه بنسب اعلى من المعتاد على طول هتلاقي نفسك فعلا حاسس بقلة الثقة بالنفس، فعلا حاسس بانك انت مش مسيطر ومش مهيمن على الموقف، وتبتدي تتصرف تصرفات تلقي للناس رسالة انك مش qualified enough، فما تتقبلش في الانترفيو، او ما تتقبلش الاجازه اللي انت طالبها من مديرك، او ما تتقبلش طلبك للترقيه او زياده المرتب، لان طريقه عرضك فيها كان فيها تشكك في حقيتك للطلب. ده كل اللي كنت عايزه اقوله النهارده، وكنت عايزاكم تفتكروا الكوميونيكيشن تراينجل، افكار، مشاعر، سلوكيات، قد ايه ده مهم، قد ايه لازم يبقى في بالنا انه لو عايزين نغير سلوك يبقى لازم نغير شعور بيدفعنا نسلك هذا السلوك، ولو عايزين نأثر على الشعور ده ونغيره يبقى لازم نغير الفكرة اللي بتحرك الشعور ده. فلو أنا بحب حاجة قوي وعارف إن هي مضرة ليا، يبقى لازم أعيد النظر في معناها وأهميتها وجدواها. يبقى أنا لما أأثر على الأفكار، لما أأثر على الأفكار هتبتدي مشاعري تتحرك based on الفكرة الجديدة. بعد ما غيرت الفكرة هتتكون مشاعر جديدة مبنية على الأفكار الجديدة. وأصل المشاعر الجديدة دي تكونت هلاقي نفسي بسلك سلوكيات أنا شخصياً هتفاجئ بيها. زي ما قلت من دقيقة هقول إيه ده؟ أنا بتشجع على الموقف زي ده، أنا مستغربة نفسي إن أنا ما بقتش بتوتر في مشهد زي ده، إيه ده أنا زمان كانت الحاجات زي كده بتوترني، أنا دلوقتي مش متوتر. كل ده ما حصلش بالمصادفة، كل ده حصل لأنك غيرت الشعور والشعور غيره فكرة. فلو عايزين نشتغل على باطي لانجوج سليمة، أعرفوا إن بدايتها مش ازاي تتصرف في المواقف وازاي تقف، لا فكر اولا انك تشوف المشهد بعين تانية ويحصل عندي تغيير في الشعور، والشعور يغير السلوك والبادي لانجوج. البادي لانجوج مش منفردة. واحد من الكتب اللي برشحها علشان خاطر يعني زي كل مرة نثبت بيها حجتنا، كتاب اسمه Act Like a Leader, Think Like a Leader لهرمينا إيبارا. الكتاب حلو قوي، بيلخص فكرة رئيسية وهي انه الليدرشيب بتبتدي باي اكتنج، وده معناه انه ساعات الفكرة اللي بيحاول حد يزرعها في دماغي او انا بقراها في كتاب حلوة بس مش قادر انفذها،
وده عكس اللي كنت بقوله من ثواني، بس لاني عارفه ان في ناس ممكن الفكره دي تيجي في بالهم، كلام حلو قوي، كلام نظري جميل جدا، انا فاهمه، انا حاسه، والله انا لو هنصح حد هقوله نفس الكلام، بس انا مش قادر الزم نفسي بيه، مش قادر اتصرف التصرفات دي بشكل تلقائي. الكتاب بيقول لك فكره جميله قوي سبق وقالها حد تاني في كتاب اسمه ستيل لايك ان ارتست، او اسرق كفنان. كتاب باختصار بيقول لك انك ما تخافش انك تجرب حاجات جديده حتى لو كانت مش بتاعتك، جايز تطلع منها حاجه جديده، بس المهم استخدم الاقتباس ده بطريقه فنيه لايك ان ارتست. اما كتاب اكت لايك ا ليدر، او تصرف وتعامل كليدر، بيقول لك اكت او اقف وقفات الليدر، تصرف تصرفات الليدر لحد ما يتنقل لك شعور انت مش قادر تجيبه من الفكره. اديكم مثال صغير قبل ما اختم. كلنا بنسمع عن عمل الخير وعن ان احنا نعمل حاجات للناس تفك كربهم وانها تساعدهم في مشاكلهم وان هي تلبي احتياجات ملحه عندهم وهم ما عندهمش امكانيات. كلنا بنسمع عن عمل الخير، بس بجد يا جماعه ما حدش فينا بيقدر يوصل للحاله وللرساله اللي بيوصل لها الناس اللي بيشتغلوا او بيتطوعوا، بقى مش بيشتغلوا، بيتطوعوا بوقتهم ومجهودهم في جمعيات خيريه. وقلت وقت ومجهود، ما قلتش فلوس، لان الشعور اللي انا اقصده مش جاي من ان انت تدي للجمعيه فلوس وتقول لهم روحوا اعملوا عمل خير. الشعور اللي انا اقصده ما بيجيش الا لما بتاكت معاهم، تحس باحساس تاني خالص. كلنا بنتبرع، ربنا يجعل دايما الخير يعني في الامه كلها، بس هي الفكره ان الشعور اللي انا اقصده من انك تحس ان انت نافع ومفيد وبار وصالح ومرضي عنك ما بيتنقلكش غير لما بتاكت باحسان فعلا مع الناس، وانت بتنزل بتبذل مجهود، وانت بتعرق علشان خاطر تقضي لحد حاجته، وانت بتشيل عن حد حاجه تقيله، وانت بتخلص مصلحه، وانت بتوصل حاجه لحد هو مش قادر يوصل لها، وانت بتساهم في علاج شخص بانك تروح وتوصل وتجيب، مش بس انك تبعت فلوس. شعور مختلف تماما. الكتاب بيحاول، طبعا هو مش المثال ده طبعا جوه الكتاب، ده مثال من عندي، بس الكتاب بيحاول يقول لك ان في معاني افكار ومشاعر ما بنعرفش نستخلصها بالقرايه ولا بالمشاهده، بالاكت. ومن هنا التريانجل او مثلث التواصل الاجتماعي بيعكس نفسه. بدل ما كان بيبتدي بالثوتس ويتحرك للبيهيفير، سوري، ويتحرك للفيلينجز والفيلينجز تحرك للبيهيفير، كتاب لايك كتاب اكت لايك ان ليدر بيعكس المثلث وبيقول لك اوقات في كونسبتس وفي مورالز، في دروس وعبر وعظات ومفاهيم مهمه جدا في حياتنا مش هنقدر نفهمها ونحسها بالقرايه وبالمشاهده وبالاستماع. ساعات لما بنمارس ونجرب ونحتك بالموقف ونعمله از بيهيفير، يقوم يخلق جوانا شويه فيلينجز. الفيلينجز بتطلع لي استنتاج بيبقى هو ده المبدا بتاعي، ده اللي انا همشي عليه. يا رب تكون الفكره وصلت لكم ان في ساعات حاجات ما بنتعلمهاش بالكلام ولا بالاستماع ولا حتى بالقرايه والمشاهده، لما بنعملها بايدينا بنحسها فتكون عندنا فكره. ولو ضربت لكم مثال شخصي، من كام سنه كنت عايزه اتعلم السواقه، وزي اي حد ممكن يبقى حاسس ان السواقه دي فيها خطوره اكتر ما فيها مميزات، وهي فعلا كده بصراحه، بس ناس تقول سهله وناس تقول بمنتهى الصعوبه، وانا ما كنتش، بما اني مش عارفه اي حاجه الف بيها عن السواقه، مش قادره اكون وجهه نظر خاصه بيا، فتاثرت بوجهات نظر ناس تانية. ممكن انت تكوني خوافه جدا جدا وعندك باد اكسبيرينس تجاه الموضوع فتنقلي لي خوفك وقلقك. ممكن واحدة تانية أو واحد تاني يبقى بيسوق من هو عنده 10 سنين فشايف إن الموضوع بيس أوف كيك، أنت خايفة من إيه؟ ده 1 2 3 4. ولا ده حقيقي ولا ده حقيقي، ده حقيقي بالنسبة له وبالنسبة لها بس مش بالنسبة لي، أنا ليا قدرات مختلفة. المهم إن أنا ما قدرتش أكون فكرة، ده المثال اللي عايزة أطبقه على المثلث ده، ما قدرتش أكون فكرة تخلق لي مشاعر فتوصلني إن أنا أسوق بيهيفير أهو، إن أنا أسوق باحترافية.
العكس كان هو الأليق مع تجربتي، إن أنزل أجرب، إن أنزل أمارس. فابتدي أكون بعض المشاعر، وهي مشاعر الحقيقة في الموضوع ده متضاربة، شيء من الخوف والقلق على شيء من السعادة بإنك أنت بتعمل حاجة لأول مرة. إيه ده، دي بتمشي، دي إيه ده أنا ما أعرف أوقفها، إيه ده أنا نصت هنا. فقلق، المشاعر مشاعر متضاربة، وفي منها حلو، في منها خطر. لما فجأة تكتشف إن في مراية على يمينك وشمالك ما كنتش تعرف إيه اسمتهم، وبعدين بالتجربة عرفت إيه اسمهم. فشوية مشاعر كتيرة متضاربة. المهم إن الفكرة دي بتثبت لي إن في تجارب ما أقدرش أستخلص معناها وأبني وجهة نظري الخاصة بداية من الفكرة. ولو بدأت من الفكرة هسمع لتجارب الآخرين، وتجارب الآخرين مش تجاربي. فيا إما هحب الشيء بيزد أون اللي بيتكلم، أو أكره الشيء وأخاف منه بيزد أون برضو اللي بيتكلم، بس مش أنا اللي جربت. عشان كده ساعات زي ما الكتاب ده بيقول act like a leader، اتصرف الأول، يتخلق لك بعض المشاعر اللي هتكون عندك أفكار، فهتعامل مع الناس بطريقة معينة، فهلاقي ردود أفعال منهم تكون عندي شعور بالرضا أو بعدم الرضا، فهتكون عندي أفكار تقولي استمري في اللي عملتيه أو عدلي اللي عملتيه. المثلث ممكن يتقلب ويمشي بطريقة مختلفة تماماً، عكس اللي قالت عليه cognitive behavioral therapy، وبرضه تبقى صح. وده بيثبت إن إحنا في عصر النظرية وعكسها صح، بس هي طريقة التقديم أو طريقة المقاربة بينها وبين مشاهد بنمر بيها. ده كان كل اللي أنا كنت عايزة أقوله النهاردة. أتمنى إن أنا ما كنتش كنت تقيلة عليكم، وأشوفكم إن شاء الله السيمينار اللي جاي. كانت معاكم دينا مجاهد من مركز الثقافي الروسي. كل سنة وأنتم طيبين.